نذهب أو ننتقل إلى الأزمة العربية القطرية. نقرأ من صحيفة البيان الإماراتية إعلام الكراهية. تقول الصحيفة في افتتاحيتها: يأتي اجتماع وزراء إعلام الدول الأربعة الداعية إلى مكافحة الإرهاب في جدة ليعكس مدى الأهمية البالغة والترابط الجوهري ما بين الإعلام وظاهرة الإرهاب، ومسؤولية الإعلام الوطني كبيرة للغاية ورئيسية في مكافحة الإرهاب. أما الإعلام المأجور والمشبوه في انتماءاته فخطورته كبيرة في ترويج الإرهاب، وليس أدل على ذلك من الإعلام القطري واللي بيلعب دور سيء للغاية على مدى العقدين الماضيين في عمليات الدعاية والتغطية للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومحاولة تصويرها على أنها جهاد وبطولة، في حين أن الذين يروج لهم ويقدمهم على شاشته لم يقتلوا من غير المسلمين ولا 1% ممن قتلوا من المسلمين. لقد أكد وزراء إعلام الدول الأربعة في جدة على أهمية التصدي للحملات التي يشنها الإعلام القطري والداعية والمروجة لخطاب الفتنة والكراهية الذي يرعاه النظام القطري منذ سنوات. ولقد آن الأوان لكي تنسق الدول العربية مع بعضها في مجال الإعلام لمكافحة الإرهاب واللي بيتهددها جميعا، وعليها التصدي للإعلام القطري المشبوه الذي لم ينتج من سمومه أو ينجو عفوا من سمومه أحد سوى النظام القطري الذي يرعاه ويستخدمه في سياسته المشبوهة والمعادية للعرب وللمسلمين.